بحول الله باش يعطينا مطالب ورخنا. كونوا ريسبسيون عيال. ربي يجعلي ربي يعطينا حقنا. كان رئيس الحكومة ما عندهاش حل، يجينا المقيم العام يا خويا يعطينا حقوقنا. الثروات الملهوفة في صحراء الطويل ثروات كبيرة برشا، نعرفوا بير وقتها. دونك اليوم يلزم حل جذري للقضية الموجودة في تطاوين، يلزم المواطن التونسي يعرف اش تم في تطاوين. القضية مهمشينها إعلاميا، احنا نحب نصعدوا باش يعرف أي مواطن تونسي راهو ثروات تونس منهوبة من عهد الاستعمار إلى يومنا هذا. راهي ثروات كبيرة برشا تنجم تخلي الاقتصاد طالع بشكل كبير. رخنا أنا ماشي للكامور، وتعرفوا تطويني يا رجالة ولا؟ أقسم بالله أنا مرسل أول تاريخ رجالة. أنا رجالة رخلة تطويني كلها مقلوبة للسحر. يا من هزوا حق حقك ينفكره إلا من فكوه حق برا قدام ردي برا. خدوا يجي 14 ولا 12 عام في الصحراء، جهدي مش هنا. البايب هذا والحلقوم والشركات من الترابس للاستتاب كلها على بعضها خدمنا فيها. حقوقنا مشت، صحتنا مشت، وما صورنا لا شيء لحتى شيء. قلنا عسى يمكن بالك يوم من الايام، يعني شجاعة الشباب هذا يعني بحماس الشباب ان شاء الله يوم من الايام ياخذوا حقهم، واحنا معهم نساندوا فيهم. ليس الا يعني ما عندها شيء، حقوق مشروعه مطالب شرعيه، يعني ما حتى حد من داير علينا مزيه. احنا هذه حقوقنا حقوق شبابنا. لكن احب الدنيا دنيا، راي رانا اغنى من قطر والامارات، لكن السراقين والنهابين هذه تمشي تتداول يعني عام بعد عام وسنين بعد سنين، حكومه بعد حكومه، وديما هي ما فيهاش فيها يا سيدي فيها. بترول تنقب تو نخرج لك البترول. ما ثمش البترول، كي ما ثمش البترول علاش جايبين الحاكم لهنا؟ ما ثمش بترول علاش جايبين المينيتير لهنا؟ ما ثم حتى شيء عاد يخلينا نمشي نكوروا لهنا. هم تفضلوا ها تفضل ماشيين جايين، تفضل ماشيين جايين. قبل ما تبعثوش فيك ما جيتوش انتم لهنا. فالحين غير الشعب لازمكم ديما تحت الصابات. لا تطاوين الزمان هذي تحت التطاوين كام، وما حاجتناش بفلوسكم وما حاجتنا بحد شيء. المنطق السياسي والعقل السياسي وقت اللي يلوج باش يلقى حل، اذا كان ثم حكمه سياسيه في الوسط اش يقول لك؟ يقول لك البلاصه اللي بدات منها الاحتجاجات لازمك تتبعها باش تلقى لها حلول. شنو اللي صار؟ تطاوين بدات منها الاحتجاجات والتو راه في الطنبق نتاعها ما جوهاش. واضحه ياسر تعمل مش تعمل في سياسه، تعمل في استفزاز. تحب تشوف وين يوصلوا، شنو المدى نتاعهم؟ المدى نتاعهم اليوم قالت الشبيب انا وصلنا للكامور وما ابعد من الكامور. مازال الكامور انا قدام التالي ممكن شوي مازال التصعيد وصلوا لابعد من الكامور.